أهلا بكم إلى تواصل دوت كوم. التظاهرات في اتساع مستمر والدعوات إلى تحشيد من أجل مواصلتها لا تتوقف. مشاهدينا، قبل أن نشاهد وإياكم المقاطع المصورة التي ملأت مواقع التواصل وركزت على التظاهرات الجارية في عدة محافظات، قبل هذا دعونا نطلع على عناوين التواصل لهذا اليوم. في العنوان الأول: التظاهرات مستمرة في بغداد، تحديدا في ساحة التحرير، ودعوات شبابية إلى مواصلتها وتوسعتها في عموم البلاد. في العنوان الثاني: تظاهرات البصرة في ازدياد هي الأخرى أيضا، لا سيما في قضاء الزبير، ومواطنون يجدون المعاملات الوظيفية ملقاة في بعض الشوارع. أما العنوان الأخير فهو من التظاهرات، ولكن جاء رفضا لفساد الأحزاب الحاكمة، كما ذكر مواطنون ومسؤول في العصائب يهدد بقطع يدي ولسان من وصفهم بالمتطولين على مقرات ميليشيا العصائب. أهلا بكم. التظاهرات في بغداد لا تزال قائمة ومستمرة وفي اتساع. حاليا موجودة تظاهرات في ساحة التحرير، وأيضا نطلع الآن على فيديو يبين لكم جانبا من التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير تحديدا يوم 18 تموز الماضي. نتابع معا. إصابات عديدة ومختلفة تحدث في أكثر من محافظة ما بين المواطنين برصاص القوات الحكومية، لكن دعونا الآن نشاهد وإياكم كيف اختنق أحد المتظاهرين في البصرة بعد استنشاق غاز مسيل للدموع، وهذا المقطع تم تداوله عبر أكثر من موقع وصفحة رسمية وغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي خطوة فسرها بعض المواطنين أنها تأتي من أجل مواجهة الشارع وربما تكون تعنتا من الحكومة الحالية، إرسال رتل مدرع إلى شوارع مدينة المثنى للسيطرة على المحافظة، هذا من وجهة نظر القوات الحكومية، لكن المواطنين لهم في عموم المحافظات العراقية رأي مختلف بالطبع. نتابع وإياكم. يقول مواطنون ممن شاركوا ويشاركون في التظاهرات وممن ربما يفكر بالمشاركة: ها هي القوات التي يتذرى لعبادي، ويقول إنما جعلت من أجل تأمين العراقيين وحمايتهم. هذه القوات هي التي تواجه الشباب العراقي الذي يطلب حياة كريمة، تواجهه للأسف بالحديد والنار والاعتقال أيضا. قوات الرد السريع وكيف تعاملت مع تظاهرة لمجموعة من الشباب في البصرة حاولت أن تفرقهم برصاص الحي. تعالوا نتابع.
على مواجهات من الجيزة، الرد السريع ضد المتظاهرين بالرمي الحي مباشر. طالعين هذا حيطوا. لا حد يشرب. العراق لا يخضع ولا يقبل أن ينكسر حتى ولو جوبها بالحديد والنار، حتى ولو اضطر شبابه للبقاء في الساحات والميادين في مختلف المحافظات. الآن إلى تظاهرات حاشدة في قضاء الشامية بالديوانية، خرجت ورفعت شعار ضد الأحزاب الحاكمة، نتابع وإياكم. في أكثر من قضاء ومنطقة لا تزال التظاهرات مشتعلة في البصرة حتى تحقيق المطالب التي نادى بها العراقيون الغاضبون في مختلف الشوارع والمناطق والمحافظات. التظاهرات متواصلة في قضاء المدينة في محافظة البصرة. الآن مشاهدينا من قضاء المدينة إلى قضاء الزبير، مواطنون يخرجون بشكل سلمي من أجل التظاهر فيجابهون بالرصاص، ومواطنون غاضبون من المتظاهرين أيضا، أقصد متظاهرين غاضبين أيضا يجابهون بالرصاص، لكن هذه المرة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة. دعونا نتابع ما يجري هناك أو لمحة مما يحدث على الأرض. مؤخرا تداول عدد من النشطين عبر كثير من الصفحات العراقية في فيسبوك وتويتر أيضا، تداولوا أخبارا ومقاطع فيديو تتحدث عن طوابير لمواطنين قالوا إنهم ذهبوا ليتقدموا إلى وظائف أمام المجلس البلدي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة. تعالوا نتابع جانبا من هذه اللقطات التي وصفها بعض مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي أنها خطوة تأتي لإذلال العراق والعراقيين. بعدها هناك مقطع آخر مرتبط بالمقطع الذي ستشاهدونه الآن. دعونا أولا نتابع المقطع الذي وصفه بعض العراقيين بأنه مشهد يكرس فكرة إذلال العراقيين الذين يريدون حقهم بالوظيفة، نتابع. Thank you.
هؤلاء المواطنون تقدموا بمعاملاتهم وأوراقهم ليفاجأوا بعد وقت قصير بأن أوراقهم ومعاملاتهم الوظيفية التي قدموها وجدوها ملقاة في أحد الشوارع بقضاء الزبير للأسف. تعالوا نتابع. هاي واحد يمكن هي تدور على فايلاتها مشمرة تلقاها. هاي تاريخ 2018 شهر السادس 18. عودة الآن إلى تظاهرات وتحديداً إلى متظاهري منطقة الشعلة الذين قطعوا الطريق السريع، طريق سريع المدينة، وهم يهتفون ضد الأحزاب الحاكمة أيضاً. نتابع معهم. الآن إلى مقطع يرصد إحدى تظاهرات حي العامل ببغداد وكيف هتف المشاركون في هذه التظاهرة التي شهدها حي العامل، هتفوا ضد الأحزاب الحاكمة والفساد الحكومي. دعونا نتابع معا. لأن الظلم يقع عليهم جميعا، ينبغي على كل المظلومين أن يشاركوا في مثل هذه التظاهرات. هذا ما قاله عدد من الشباب العراقي عبر حساباتهم في موقع فيسبوك، ومن ضمنهم شاب عراقي قام بتصوير مقطع أثناء مشاركته في إحدى التظاهرات، ودعا من خلال المقطع الشباب العراقي الذين ما زالوا ربما مترددين بين قوسين في المشاركة بمثل هذه التظاهرات، دعاهم هذا الشاب الذي ستشاهدونه الآن إلى ضرورة النزول والمشاركة من أجل انتزاع حقوقهم. إلى شاب عراقي يدعو الشباب إلى الخروج في التظاهرات. حبيب قلبي أخوي الشاب العراقي اللي قاعد بالبيت وأنا طالع من تفض، يعني أنا شايل خير أكثر منك لو أنت ما عندك خير. ليش تنتظر؟ ليش تنتظر؟ بس مرخصك. ليش تنتظر؟ تنتظر كلام المرجع؟ المرجع ما له علاقة، المرجع خليه للحرام وللحلال، والسياسة ما لها علاقة بالمرجع. جميع المرجع إذا دخلت بالسياسة تخرب السياسة. فعوف المرجع نصب الحرام والحلال مثل ما أنا عايزك. إذا تقول لي عندك شغل، عشان ما عندي شغل، ما عندي عمل، بس عندك شغل وعمل. بس يا أخوي خلي شيلك الغيرة، خلايا أخوتك طالعة تناشد بحقك. أطلع ناشد مثلهم. شيل الفاسدين. قاعد بالبيت تقول لي مي ماكو كهرباء ماكو حار الدنيا قلت لنا الحار. اطلع 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 مثل اخوتك هاي الباقيه، هاي مثل اخوتك الواقفه هنا مطالب بحقوقك. الغيهم شيلهم ذولا كافي عاد. لفون لغوا بينا طيحوا حظنا كافي. اذا انت قاعد بالبيت تنتظر وانا قاعد بالبيت تنتظر من يجي من هنا فتحنا اليوم. اطلع حبيب قلبي اطلع عمرك شيل خلي شيلك الغيره على نفسك على وطنك. حتى باكر عقب تقول والله عمي طلعت انا سويت مو طلعوا وسووا. لا انت اطلع وسوي.
إذن هي كلمة من عراقي موجهة إلى العراقيين جميعاً. طالما أن معاناتنا واحدة ينبغي أن تكون أيضاً كلمتنا واحدة في الميدان. إلى مواطن من بابل يتهم حراسة مقر حزب الدعوة بإطلاق النار عليه، تفاصيل القصة يرويها شاهد العيان الذي حصلت معه. نتابع. الرحمن الرحيم، هذا إيدي، أنا صفوان مهدي فارس. هذا الضرب مال من؟ مال حزب الدعوة العميل اللي قاموا بضربنا. مدنيين خرجوا لنا من حزب الدعوة، وهم وبعض المنتسبين لمكافحة الشغب، بينما كنا معتصمين اعتصام سلمي وهذه آثار الضرب، بعض آثار الضرب. أكو أشياء وكانت ما أقدر أصورها لأن عندها أصور السحالية، وأكو هاي ملابسي بعدني ما نازحها. فراح أوصل للبيت وإن شاء الله وأفيكم برسالة قادمة عن أماكن الضرب والأعمال القذرة اللي مارسوها. بعد هذه الشهادة نشاهد وإياكم الآن جانبا من تظاهرات مدينة الناصرية. ربما كان إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين غير كاف ليقوم مسؤول في العصائب بالتهديد بقطع يد ولسان من سماهم المتطاولين على مقرات وعناصر ميليشيا العصائب. تعالوا نتابع ما قاله حرفيا معا. بأن أي يد تمتد إلى مكاتب ومقرات العز والشرف والكرامة والتضحية والجهاد، مكاتب عصاب أهل الحق سوف تبتر وسوف تقطع. نقولها بملء الفم، أي يد تمتد إلى مقرات المقاومة الإسلامية عصاب أهل الحق سوف تقطع حاناً وفراً. لا ننتظر إذناً من أحد ولا ننتظر ضوءاً أخضراً. أي لسان يتجرأ للنيل من المقاومة الإسلامية وتضحياتها العظيمة الجسيمة سوف يخرس هذا اللسان. الرجل أعلنها صريحة، لا ننتظر إذناً من أحد، وبلغة التهديد طبعاً كما يرى عراقيون. القوات الحكومية تواصل قمع التظاهرات في محافظة المثنى جانباً مما يحدث هناك ميدانياً، نتابعه وإياكم ومن ثم نواصل. Come on.
الآن إلى الفيديو الأخير، وهو الذي يبين أو يظهر جانباً من تعامل القوات الحكومية مع المواطنين المدنيين السلميين الذين يتظاهرون في أكثر من منطقة ومحافظة، لا سيما محافظة البصرة. الفيديو الذي ستشاهدونه من إحدى مظاهرات محافظة البصرة، تعالوا نرى معاً حتى نكون شاهدين ونتعرف على طريقة القوات الأمنية للأسف بالتعامل مع المواطنين. قبل قراءة التعليقات في فقرة آراءكم، نشاهد مقطعا لمتظاهرين في منطقة الشعلة ببغداد، هم محتجزون بمحكمة تحقيق الكاظمية، وذلك بعد توجيه تهم لهم، منها ما وصف بالإضرار بالمال العام والتحريض. نتابع المقطع ثم نذهب إلى قراءة في أبرز التعليقات التي كتبت في موقع فيسبوك، نشاهد. بعض العراقيين كتب على صفحته في فيسبوك: هكذا تتعامل القوات الحكومية والحكومة الحالية مع الحركات الشعبية في الشارع، تتعامل معها بالقمع والقتل والاعتقال كما شاهدتم. تعالوا نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي جاءت كرد فعل على هذه القضية. حيدر يقرأ أو يكتب عفوا: ترى هاي الحكومة منتهية، باقي وقت قصير جدا، تدرون ليش؟ لأن قامت تقمع بالشباب الأبرياء. حيدر يرى أن عمر هذه الحكومة قصير جدا وأنها أوشكت على السقوط. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي غزل الأعرجي تكتب: طيح الله حظ الحكومة والأحزاب واحد واحد، يسربون هيج أفلام فيديو يخوفون ولدنا على مود ما حد يتظاهر. لا والله، احنا النسوان نطلع نتظاهر ونخلص من جفتكم ونهبكم للدوله. غزل تتحدث عن الشجاعه التي تسكن القلب العراقي، وكيف ان العراقيين لن يرضخوا امام ترهيب الحكومه وقواتها الامنيه لجموع المتظاهرين. الى تعليق اخر. الآن في التعليق التالي والتي كتبته نورس حسن تقول: أوف يا ربي ولكم، وين رجعتونا؟ شنو هالاضطهاد والديكتاتورية؟ العدوان الديمقراطية كله كذب، طلعت خستكم وما لكم مكان بعد. نور تتحدث عن أن الظروف الحالية التي يشهدها العراق والعراقيون كشفت حقيقة الحكومة الحالية وكيف أنها لا تهتم للشعب بل تقمعه
وتعتقله. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي مصطفى الغرابي يكتب: تهم المال العام بس على الفقير العاد، ما يحكون اللي سرقوا المليارات، هو أصلا القضاء بالعراق يراد له محاكمة. مصطفى يتحدث عن أنه من الظلم توجيه الاتهامات الباطلة جزافا إلى هؤلاء الشباب المتظاهرين الذين يريدون تحصيل حقوقهم، ويقول إن الحكومة والقضاء العراقي هما اللذان يجب أن يخضعا إلى المساءلة. الآن إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير محمد يكتب: لا سكوت بعد اليوم، وهذا العبادي لا يصلح رئيس وزراء ظهر على حقيقته، وكل واحد يقبل به خائن لدم الشهداء الأبرياء. هذا هو كان أبرز التعليقات التي كتبها عراقيون على فيسبوك تعقيبا على الأحداث الجارية. نذهب الآن وإياكم إلى تويتر. Save the Iraq People، هو هذا الهاشتاج الذي نشط مؤخرا أنقذوا الشعب العراقي. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج. Save the Iraq People، كتب زيد العراقي: ليعرف العالم كله ماذا يحدث داخل العراق من جرائم ضد الإنسانية من قبل الأحزاب المرتزقة بحق الشعب العراقي. هناك شبه إجماع من العراقيين على أن الأحزاب هي المنتفعة من الواقع السيء للعراقيين، وهي ضد آراء وتطلعات الشارع العراقي. إلى التغريدة الثانية، وفيها نقرأ ما كتبه فراس: إيران وأتباعها دمروا العراق، سرقوا ثرواته، قتلوا وهجروا أولاده، أين العالم من الذي يحصل في العراق؟ أمريكا وإيران جلبوا لنا قطاع طرق ولصوصا وأولاد شوارع، يحكموا العراق، قاموا بزرع الطائفية بين أبناء الوطن وهم استولوا على ثروات وخيرات العراق. التغريدة واضحة، وما أراده الشاب أن يوصله لكم بالفعل يبدو أنه وصل إلى الجميع. إلى تغريدة الثالثة، نذهب إياكم الآن. التغريدة الثالثة من معتز يقول: قم من جراحك قد صبرت طويلة، ما عاد صبرك يا عراق جميلة. هي دعوة إذن لمواصلة النزول إلى الشوارع من أجل المطالبة بالحقوق. إلى التغريدة الأخيرة، التغريدة الأخيرة كتبتها ريم، وفيها: العراق دولة نفطية، المفروض مستوى معيشة شعبها موازي لمستوى معيشة دول الخليج، الله يكون بعونهم ويفكهم من كل الخونة بكل الطوائف. شاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد تواصل دوت كوم لهذا اليوم. نلتقيكم لاحقا بكل خير. إلى اللقاء.